بهذا الصحافة دمانتين وإذن السلام يا ما أنت هو مالين تاريخي أهرنا هانتي وحين كنت هاي سيدا أكتهين شرعيقا لدقال لنكا أرقيق حسادا وأنا نقو أركوينو يهي شرعيقي شرعيقا أما شرعيقي قرنقا بارلمان دي سقالات يطبناد وأسول توبي ويدي إن أي ميل مريان قدقا أمنقا قدها أرمها قدها يو دولة قبل الددا waay ka soo shaqeysay waan ka soo baaran degney dood dhowr cusho socotay sida ogtihiin ayaa socoto ku saabsanayd hindis sharciyadkan maanta la ansixiyo la meel mariyay codka aqlabiyadda lagu ansixiyay waxa uu damaanad qaadayaa in ay kala duwan yihiin xeerka ciqaabta guud iyo argagixisada qofka muwaadinka ah ee faldambiyeed caadiga geysta waxa lagu ciqaabayaa si waafaqsan ama la marinaya xeerka ciqaabta guud iyo maxkamadaha عادي لكن قف كأرجع حسده ونصف عنو قحني سهفنا أم المرني تحتان كيسي أربع حنتي سبع وحو بقيا إن لما ريا شرعيا وشرعيا لقوع عقابه أول هرش العام بن شقين إني بهذا شرع هو يتقانا وذا بذا تو تو ون يا تو 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 أما الله بقول الله بعثني يكو الله بقول الله بعثني يلا با خير كعقاب سجود الصومالية قالوا هذا سنجري لكن هذا هو كلا صار يا فلان الدنبية دي أرجع حسدة ورهد دي أرجع حسدة عدة كوك جيستة واحد دود ويني كتها جني دي أرجع حسدة ثان اللي فاق بان نقص ما يني ورهد أرجع حسدة اللي يقانا إن أيهين كو أرجع حسدة اللي مرينا يا شارع كان أهم السياسة دي لو ما أديك سنة أيو لكن ودوين كلا راعي أيو اللي مر أيو كوساب سن أون من كاس يفرلك أي جيستان يو رداسي أيام لغو طبقيا وأقول وين التاريخ ينسو هو يتي ما أنت شروع وضمك له هي قرارها وضمك له اللي إنه ما أدرك سنة يو لكن شرعي البرلمان كي نكب بارندي الميل مريء أيام لغو طبق يا لنا أدرك سنة هو فه فاسين يهاي أقول يا يعني خبر فر بدن وحاجة شرعي قاعد سقوط تكتي أقول يا هم بدن وحاجة أمنية هي إنه بتقلي هذا أهبا كشق يسوي سقوط تكتي ربحنتي ساف صومالي تركمتي يا أهل أبوكي ساف صومالي آد بيوفي عنيهين وآخرية كرتان ما دام بهذا الصحافة دعتين بهذا الصحافة ضع روما أديك سنة وانو عضيني حيرك الصحافة ضو ومدني كاس الله راعيا مركا شرعي يعني ومهم إن نقول لكم إذا مركو أقل كسر مرة مدحونا على صحيحه أيضا هاي ستان وآخر ستان أيضا كنا وح بريستا ضدك أيضا أوجد بسان بواجب بدين كسرين هاي وما هتنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما سنت.